بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إحنا اليوم في مركز مصادر تعلم المرحلة المتوسط، والفريق بيجمع الأول الروبوت ونشوف بيعملوا إيه. الاسم إيه؟ إبراهيم. إيه؟ إبراهيم عبد الله. تمام. الاسم؟ قائد عبد الله. الاسم؟ نواف سعد العاصي. الاسم؟ عبد الله المويه. الاسم؟ نواف ريان عبد الله. الاسم الاستاذ اللي بيدرب استاذ محمد جات. الان يقوم الطلاب بالمرحله الاولى اللي هي فصل القطع وتجميعها حتى يكونوا الروبوت، يعني هذه تعتبر الجزئيه الاولى، كيف انه يجمع القطع، كيف انه يجمع الروبوت، وبعد ذلك ياتي مرحله تشغيل الروبوت. الاول انت بتجهز لهم التجهيزات الاول عشان يبدا يركب الروبوت. نعم، الان التجهيزات الاوليه لتركيب الروبوت لازم يرتب القطع، ترتيب تمام. القطع تمام. شوف هذه سمول ناظر يا شباب، لا حد يضيع، كل لون في لونه. ايه على حسب الشرطه. هذه هنا هذه تروس في الاخير. هذه مع تروس صح؟ هذا مع تروس. في زي الفتح. هذه مع تروس. هذه وقف شوي، زحمه شوي. استاذ الحين هذه، الحين استاذ مو بهذا، هو كيف صار ناظر؟ لا لا لسه الكاميرات. لا لا الكاميرات لا استاذ، هذه هنا استاذ ناظر. لا لا عبد الله خالق، شوف هذه عريضه، شوف هذه ماجي. هذا شوف الكاميرات يا عبد الله، لسه ما حطينا. انا ما لقيت وين الموقع. هذه هذه القطعة، اي قطعة وين؟ هذه هنا خلاص. هذه هنا ولا هذه هنا؟ يا شباب المكعبات كلها هنا، هذه 12 ما عدا الصغيرة اللي مكتوب عليها 4X. هذه هنا، هذه هنا، هذه هنا، هنا 12. هذه 12 مكتوب 10. اي غلطانين. هذه هنا 10X. هذه 12. 12 ها في زي هذا. لا في، شوف ما هذا فيس، هذا بس فيس، لكن هذه 10 اكس. هذه هنا في الاخير. هذا هي هنا، شوف 10 هنا. ترى هذا 12. شوف هنا القصيره الطويله هنا. هنا هذه وين؟ هنا يا شباب، شوف هذه، هذه شلون هذه وين حطيتها؟ هذه كم؟ شوف هذه هنا كلها. هذه لسه في اكياس ما تفتح على الطرف. يعني استاذ محمد النهارده تبدا توزع فقط. اوزع وبدايه التركيب. بدايه التركيب. لا ان شاء الله يخصصوا لكم وقت، ان شاء الله لازم لازم يخصصوا. استاذ محمد ان شاء الله واداره المدرسه، الاستاذ عبد المحسن بيديكم كل الوقت ان شاء الله تتدربوا ان شاء الله. هنا هذه شوف. يلا يا شباب ها شوف. شوف هذه هذا وين الاستاذ هذا؟ طيب انت المسامير الطويله وين هذه؟ هذه واحده كلها واحده. وين في زي هذا؟ وين اي شيء بس في واحده هذه الاجيال كلها هنا. طب استاذ محمد يا شباب، يا شباب هل ليه بتوزعوا الحاجات ديت؟ عشان نركب الروبوت. يعني ما تيجي تركب يبقى ايه؟ نعم نعم نعم. عموما شباب الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله أنا متابعكم إن شاء الله، وهنزل الحاجات دي كلها على الموقع، وهنتابعكم الأيام القادمة لغاية ما نوصل لبرمجة روبوت على حسب المتبع في التدريب إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.